وافقت الفنانة درة على الانضمام لفريق عمل مسلسل الزوجة الرابعة بعد مفاوضات كثيرة قام بها المخرج مجدي الهواري وبطل العمل مصطفى شعبان. درة تجسد دور كاميليا التي تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية والتي يذهب إليها مصطفى للتبرع ببعض أمواله فيحبها ويقنعها بالزواج منه. المسلسل من إنتاج ممدوح شاهين والتأليف لأحمد عبد الفتاح وبيشارك في بطولته علا غانم ولقاء الخميسي وآيتن عامر وميمي جمال. وآخرتها معاك، ارفع راسك وبصيلي. أنا مش قدك، أنا طالب عفوك ورضاك. أنت بتغمض عينيك كل ما بتشوفني ليه؟ إيه مش عاجبك؟ أنا رغيف بلدي من أبو شيلن وأنت من بتوع حتة الجاتوم عشرة جنيه؟ لا يا عين أمك، ده أنا اللي بصيلي بصة مش اللي هي، خليه عبرة وعزة جلال الله. الله العظيم عارف من غير ما تحلفي. ولما أنت عارف ناشف ليه؟ متحكر ليه؟ تحترم القانون وكفاية اللي حصل لأخ عباس الروش. قول كده بقى، يعني انت عرفت حكاية عباس؟ واللي جاري على عباس؟ ما انت عملت زي عباس واكتر شوية وانا سكت. لو كنت ناوي على الغدر كان زمانك قاعد جنبه.